السلام عليكم يا الأحباب، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصة جيل بلادي مع تحيات فريد رضوان على العريضة التقنية وكريم مشروب خرج. يا مولانا اليوم بسلام بدو الكلام وألف مليار تحية لأحبابنا الكرام، كراكم دايرين؟ هذه شحال ما قلتهاش. إن شاء الله تكونوا بخير على خير، الله يعطيكم الخير. مرحبا بكم إذن في هذا العدد الجديد من حصتكم، هذه حصة جيل بلادية. اليوم وجوه توجور شبانية، دي تالون كو دي تالون، هارنا يعطيهم الصحة فريمون لي زالجيريان أون جينيرال. غادي تكتشفوا أصوات واعدة، دي ستيل فيزيونيل روعة كذلك، براتيكمون كاع الطبوع كاين. أولا كالون بخي أوبليج، نبداو بلا جون شانتوز نسيمة دهراوي. مرحبا بك. الله يسلمك. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بيان. شكرا على الاستضافه في الحصه تاعكم. انا اللي نشكركم اون كونتخير، باسكو نتوما اللي تخلقوا الحدث، احنا هنا في الخدمه بيان سور كيما فوقا. طون كومبانيون فيدال كومبليس في لا ميوزيك اي لو شون كذلك، امين من عائله فنيه، ابن المطرب الحبيب نتاعنا بارودي بالخدمه. مرحبا بك. الله يسلمك. السلام عليكم ونشكركم على الاستضافه تاعكم، وسلامي كاع للجزائريين ان شاء الله. راكم تسمعوا سلامتنا كاع المستمعين داخل ولا خارج الوطن. بيان سور اليوم كذلك ستيل فيجيونال قناوي ريغي خلطها امينه، خلطها الله يحفظكم امين قناوي. نعم السلام عليكم. بون عجبتني هذه الامسيه و... عادت في حصه عادت وصي هذه الله يحفظكم وشكرا للاستقبال. بارك الله فيك. انت كاع علاش بديت بالسلام والكلام وترحاب الحباب؟ باسكو نبداو مشوار الفني تاعنا اليوم حتى السبعة ونص ان شاء الله. الاغنيه نتاعك ديتها التراث كبير، العريض تاع التراث الموسيقي الجزائري. السلام عليكم. السلام عليكم يا رجال بلادي. حاجة روعة، حكينا عليها كيفاش درت لا فيزيون. هذه السلام عليكم يا رجال البلاد، ترحب اي جزائري بالجاليه الجزائريه لهنايا، مرحبا به في بلاده ما بغى يخرج، ومرحبا به في بلاده. السلام زعما جايه من كلمه سلم، اللي راك فاهم بيك تشوف باللي العشيره اللي عشنا فيها العشيره السوداء والوضع الاجتماعي اللي انا عايشين فيه، بو هذه السلام عليكم تعني سلم، راك فاهم بو ما كريمه فيهاش لي بارول. السلام عليكم يا رجال البلاد، وحاجة تدعي لي السلم وحاجة تدعي لي الحنان بين الأهل و صافي بليزير. شحال في عمرك أمين؟ عندي 20 20 صافي بليزير نشوفوا شبان كيما هكا 20 اللي يتكلموا كلام كيما هكا. دونك واش رايكم نبداو بالسلام؟ نبداو ماذا بينا. السلام عليكم يا أهل النغمة. أمين قناوي. عليكم يا رجال بلاد، والسلام السلام. سلام عليكم يا رجال بلاد، سلام عليكم يا رجال بلاد، ومرحبا بكم. وحدا القعدة في بلادي الجزائر، من روح اللي كان أول أول ونقعد حير، بلاد الشهداء بلاد الزعماء بلادي هذه بلادي. الجزائر يا ماي بالهمة والشام، والجزائر يا ماي بلاد الزعماء. سلام عليكم يا رجال بلاد، والسلام السلام. سلام عليكم يا رجال بلاد، روح اللي كان أول أول ونقعد حير، أبلاد الشهداء أبلاد الزعماء بلادي هذه بلادي. الجزائر يا ماي بالهمة والشام، والجزائر يا ماي بلاد الزعماء. الجزائر الجزائر أرضي ورد بلادي، أرضي ورد بلادي. سلام عليكم، سلام عليكم،
والسلام عليكم والسلام عليكم. السلام عليكم يا رجال بلاد. السلام عليكم يا رجال بلاد. السلام عليكم يا رجال بلاد. السلام عليكم يا رجال البلاد. دخلة جديدة اليوم في جيل بلادي مع جون شونتور وهراني جوارينا غير هنا عند البلاطو. تخبر تخبر مش قاعد تحيو عليك تما ان شاء الله مرحبا بيا في اي وقت. حكي لنا شويه قبل ما نفوتوا لجان نسيمه وامين, حكي لنا شويه على الاغنيه والى البوم تاعك وين تسجلتها. بون على بالي بلي راك في الرابع جو كروا. وي دونك حكينا على هذا ومن بعد في الحديث نحكي هذا الالبوم. زعما كما نقول لك تعبت عليه بزاف واللي اللي تعبينا ماغري تقعد عام عامين ثلاث سنين اللي تعبينا وحليتونا الباب وان شاء الله يحلنا اي واحد الباب كيما هكذا. وسجلته هنا ولا في العاصمه؟ سجلته في العاصمه. في العاصمه كنت استوديو عند صاحبي وعمرت عنده وقعدت في هذا الالبوم قعدت فيه ويمور لي بارول و لي زانسيمون. كلشي تكتب تايا و اي نكتب و بارولي بوتو تريغي رابر اي اي حاجه ان شاء الله. ريغي تفكرنا بلامي تاعنا صادق ديمقراطوس. واه ديمقراطوس الفان تاعها انا خويا. يعطيك الصحه بون كونتينياسيون. راح نرجعوا لك من بعد نسيم امين ان جولي ديو سوبر. يعطيكم الصحه اللي بعثت لي لي شونسون باغ فوا دو فيسبوك. الله يسلمك. بيرمي باش نسمعهم ونكتشف الاصوات الجميله اي لو توشي تاع لو بيانين. بون سي تري جونتي لا بارول نسيمه. تحكي لنا شويه على المشوار تاعكم نسيمه. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا البدايه تاعنا كانت في يوم الشهيد 18 فيفري من العام اللي فات. بدينا كانت كاينة احتفال صغير في دار الشباب سويدي أحمد اللي هي كانت البداية تاعنا صديقية. أيوا بدينا في دار الشباب كنا في احتفال صغير اللي نشطاته بطبيعة الحال مخرجة أمينة حجاج كانت هي دعمتنا بزاف. بدينا درت كتبت أغنية على الشهيد سويدي أحمد, حكيت حياته كيف فاتت وكيفاش استشهاد تاعه كان. في ذاك اليوم تلاقيت به مع أمين هيو ولعب لي هو اللحن, خدم لي لحن حزين لهذيك الاغنيه. اعتليت بها المنصه تاع دار الشباب. ايوا شفت باللي الناس جاوبت مع ديك الاغنيه بزاف, الناس عجبتهم, حتى كاين شي ناس بكاو على ديك الاغنيه. من ذاك النهار حسيت باللي عندي موهبه في الغناء, خصوصا اناشيد. نبغي الاناشيد الدينيه ولا اناشيد وطنيه. اي وليت نكتب هو كل مره كان يعاونني كي هو كالاب تاعه, يعني بالمناسبه نشكره كان يعاوننا يعطينا نقاط يقولنا هادي عالجوا هاد النقطه وهاد النقطه زعما الاخطاء تاعنا كل مره كان يعالجهم منا. اي بدينا عمرنا الاغنيه تاع زاد عليا وحش الرسول عنده ثاني, وعمرنا اغنيه ثانيه تاع ليسوار اللي عطيتها لك. اي وكل مره رانا كملوا في المشوار تاعنا. مشروع البوم ان شاء الله ولا ان شاء الله؟ ان شاء الله مشروع اناشيد البوم اناشيد 100% اناشيد دينيه ووطنيه ان شاء الله. ان شاء الله. وانتو على بالك ديجا غير واحد يسمعك غير تهضر بلا ما تغني على بالي عندك تري بيل فوا وغادي نخطفوها نجيبوها عندنا اللي معنا افيك بليزير افيك بليزير. بامين فوالا انت من عائله فنيه. الله يسلمك. وترعرعت على الموسيقى يعني الاذن تاعك على الموسيقى والصوت الدافئ للاب الكريم بارودي بالخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجه الاولى اللي هي نشكر فيها الاب تاعي اللي غراس لوي كنت ما ندير والو باسكو سي غراس لوي غراس سي احتوى اللي عطاهم لي با سي تو سا. ما نجمش نخرج على ستيل واحد اخر من كيما هو باسكو سي ستيل نجم تسمعه مع والديك مع لا فامي مت في ستيل كيما هذا لي ستيل اللي راهم وا سي تو. Ça fait plaisir. Comme le même âge, 18 ans. Et c'est 18 ans. Voilà. T'as comme ça parce que t'es niquen. On a des. Nasser Migri, je n'ai pas l'âge de manger maghrébin à Rabat. Bah, ouais, de les faire migrer, ils que nous avons besoin d'acquérir. T'es niquen. On a 20 ans. On a quand même fait le mouchoir. T'as le noir. Donc ça fait plaisir d'entendre. Allah y salam. Le plaisir est pour nous. Karim, on a quand même fait le mouchoir. Mais c'est très fort. Attends, parce que.
وجهني في الطريق طريق سليم. طريق سليم فريمون صوتا واداء وموسيقى يعطيكم الله يسلمك سي تري جونتي سابا. دونك بيسكو كم تحكوا على لي بارون واش رايكم لكم نسمعوا اغنيه اسمها لي بارون؟ انا ما نعرفهاش زعما كنا عليها. شكون نسيما؟ نسيما ولافبي حبيبه من بلعباس. لافبي من سيدي بلعباس ثاني سجلناها، ما سجلناهاش في الاستوديو على فكره، سجلناها في دار الشباب تاعنا. اها ايوا وخدمنا موسيقى ايوا غمرنا. Très bien. En tout cas, les auditeurs de Gilles Bladier ont déjà entendu le clip qu'il fait. Comme par hasard, Renetti depuis le générique, la chanson générique. L'espoir. Ou quand même, le mouchrige hnaïa, subhanallah, ou que tu programmes ça, blâme à la belle. Le mouchrige. Exactement. Ah ben, que tu fous directement mes parents, Nessima Dahraoui, fit LAFBSBA. Ma soussou, yeah. Ah, des grognards, y'a les parents, yeah. Didi casse le carré avec toi, yeah. عايش في هذه الدنيا اخو صاحب، عايش مع ولدي نبقى معهم قاعد حتى اللي نموت، حتى ندخل قبري غيركم جامي ننساه بلاصتكم تجر في قلبي، نبقى الشيات في هيفتكم فوق ركبتي قطعت في حياتي عليكم انا يا ريسكي جامي انا ننسى حنانا تاعك يا موا جامي انا ننسى الثقة اللي عطيتها لي بوا قريتوني كبرتوني شعال شقيتو معايا تمنيتولي ربيتوني على الخير في هذه الدنيا لو كان تبعدوا عليا غير تقولي شي يصرى فيا انا ليكم توماليا دايركم في عيني يا رب يا فتاح فضهم لي انت الكبير انت العليم انت الحكيم انت الحفيظ قولي غي والدي ان شاء الله يرضع ليا ان شاء الله نبقى مطيع بسبتكم نشوف الجنة ان شاء الله نجيب الشاط سي
سيداتي سادتي، أهلا بكم على متن الطائرة. يرجى التأكد من ربط أحزمة المقاعد بشكل جيد. في حالة حدوث انخفاض في الضغط وهو أمر غير متوقع، ستسقط عبوة ريد بول تلقائيا من خزانة الأمتعة العلوية. اضغطوا شفاهكم على العبوة المفتوحة واشربوا محتوياتها بسرعة لمتابعة رحلتكم بقواكم الخاصة، لأن ريد بول يعطيكم أجنحة. المشاركة في الانتخابات طريق لتذليل العقبات. السلام عليكم يا أهل النغمة. السلام عليكم يا أهل النغمة وعلى كاع الناس الهمة والجمنة، مرحبا بكم من جديد في هذا العدد الجديد من حصة جيل بلادي. مرحبا بكم على متن طائرة جيل بلادي. أون توكا حنا تاني عندنا طيارة، دايما نطيرو السما غراس أو جون اللي راهم طايرين فغيمون افيك لا فوا الفنية نتاعهم، ويعطيهم الصحة كما الأغنية اللي سمعناها جولي إيمن لكاع لي بارون. نسيمة افيك لافبي من ولاية سيدي بلعباس. نسيمة تكتبي تغني؟ نكتب نغني ندير المسرح ونكتب لي بارول تاعي لي سيناريو تاع دي فيلم دي بياس تياترال، اي حاجه تنجم تقولها لي نجم نديرها. امين. طيب الله يبارك، والله العظيم يعطيك الصحه، والله مشوار كبير ان شاء الله. وهذه الاغنيه وين تسجلت؟ مي بارون سجلت في هذا الصيف، عندها واحد 3 اشهر ما با 3 اشهر شهرين هكا. شحال عندك دوكا بخي هكا مونيا؟ عندي من اللي بديت هكا واحد 6 اشهر راهي عندي 12 اغنيه هكا. دي شانسون بار مو vraiment extra. toujours مع امين، مع امين، مع ام سي مو، مع لاف بي، مع زعما فنانين مين غنوا سني هما غير انواع اجتماعيه ولا دينيه. هذا هكا بعد خبير امين. دونك مثل لي انفلونس تاعك تاع الموسيقى ابار بيان سور لو ستيل تاع بارو دي بخدا والوهراني الاصيل الى اخره، يعني طموحات نتاعك؟ ايه الطموحات تاعي نغني بصح ستيل كيما توجور نولي غير الاب تاعي، ما نجمش نخرج من طريقه. الله يبارك. سي توجور ندير دي شونسون دي انستري دي انستري بروب ثاني. سي وهراني كلاسيك دي سي سي ديجا قريت في الانستيتيو دو ميوزيك دو راف ام. وي سي توجور كاع هكا نقعد في الستيل تاع بويا الاب تاع الوالد تاعي، باسكو ما نجمش نخرج من ذاك الستيل ديجا تربيت عليه. تعزف على السانتي فقط ولا عندك دوك انسترومون؟ نو سي تلعب شويه باتري شويه بصح الاله المفضله عندي سي السانتي. سي باسكو سي بديت بيه هنايا. ما غنيش الراي؟ لا نو ما غنيش الراي، باسكو كيما يقول لك الاب تاعي معليش غادي نقول هالكلمه، مي الراي سي النوع اللي لقيت صادير مش كاع ماهوش النيفو اللي نغنيه، ماهوش ما فرق من والديا ما يفرحوش بيا كي نغني ذاك لو ستيل. نحوس ندير حاجه اللي يفتخروا بيا والديا يفتخروا بيا الناس. مالغري ماشي شائعه هي، كاين الانتاج كيما قالت لك دون سي موا درنا دو شونسون، كاين الانتاج كاين مالغري ما يسمعوش داك لو ستيل، مي نقعدوا فيه باسكو مادام كاين اللي يسمعوا داك الراي وهذاك الصوالح كاين اللي يسمعوا هذا لو ستيل يبغوا حاجه نقيه. صافي كل واحد البليك تاعه صافي دير با الراي كاع لي جون يسمعوا الراي، كاين دي جون كيما حنا كيما واخد اخرين كاين اللي يبغوا دروك راهم رايحين للراب. ايه الراب قنبي جايبوا نوع باسكو هذا لو ستيل نوع محترم يمثلك في لا بيرسوناليتي تاعك. هذا هو توكا كاين الراي والراي الاراء. ايه كاين الراي والراي، الراي ديجا من الراي دونك الاراء. ايه تختلف هنايا، كل واحد يشوف الكوستو تاعه كما ايه نقولوا كل واحد والبيرسوناليتي تاعه كي تجاوب. اكزاكتومون كاين راي اللي يوصل للعالميه نتاعي. ايه وشباب، وكاين راي كما قلت ايه كي راي اللي ما تسمعش مع الوالديك مع الفاميليا مع الناس امبوسيبل. توكا حنا ماذا بينا لو كان الراي تنقى وزيد يتنقى وزيد يتنقى، علاش التراث نتاعنا. احنا نحترموا الفنانين هذو اللي راهم يغنوا الراي، نقول لهم بكل احترامات تاعنا، مي ماذا بينا كون يبدلوا دي باغول، يبدلوا ماذا بينا نكونوا كاع محترمين باش نمدوا نظره شابه، ماشي غير بلادنا كاين بلدان اخرين نمدوا نظره شابه. هذه هي لا هذه هي، ولا يعطيك الصحه على هذا الكلام. الله يسلمك. انت كم من وين راك تغني؟ ما كان عندي 10 ans كنت الاب تاعي كان يروح نروح معاه حفلات نحضر بليزيور فات رحت معاه، مي وين بديت اون 2011 بديت نخرج مع الاب تاعي نخدم معاه سوليست، نخدم مع دي جروب، خدمت مع قويده بركان بيبكي، خدمت مع لوماج دبليو
خدمت مع دي شونتير الله يبارك دي حصل لي الشرف انا بكي خدمت معاهم صافي تما دخلت في بالماريس بل 18 اي ديجا قاعد 17 خدمت مع بلاوي لا دونك عندك 18 دونك ديجا قاعد هذا المشوار هذا المشوار ما تما نفتخر بنفسي باسكو خدمت مع هاد الكبار داروا لي ان غون بليزير هما داروا لي ان غون بليزير باسكو بلاوي سي با حاجه سي حاجه كبيره لي انا استاذ الموسيقى قامة الفن الجزائري يعطيك الصحة ونتكرر شكر روحك وما وزيد الله يسلمك ونشكرك تاني ربي حقك نعطيك احنا في الخدمة ونشجعوا الطاقات الشبانية هادو ودابين لكون ينفجروا علاش باسكو كي نفجروا الطاقات الفنية الشبانية في كاع المجالات الجزائر تنفجر معكم وتكون احسن مادا بينا نشوفوا احسن مادا بينا نكونوا متجاوبين بحاجة تاع خير بحاجة اكزاكتومون دابينا اي بي لي طرد قلت طورا اللي فجروها ديجا كانوا عندهم ثاني الله يرحم الشهداء كاع شباب فوالا الله يرحم الشهداء امين يا رب العالمين امين قناوي دونك فوالا دائما فهاد الاخر المشوار نتاعك الفني وانت بديت كيف جيت للفن وعلاه جيت للفن بون انا كي بديت من صغري نكتب قصائد شعريه بالعربيه الفصحى ولا بالعربيه الفصحى من صغري لما مي كانت عندي 10 سنوات نكتب قصائد شعريه وهكا كنت نعطيهم الأسرة تقدمنا ونطف صبورة نعربوهم وكفاهم كيما هكذاك بو حبيت زعما نزيد نحط العاطفة تاعي ونوصل الرسالة للشعب في كل العالم حبيت نزيد فيها شوية موسيقى بديت البريمير شونزو تاعي ديتها في بودكاسات ديتها في الفلو دو ميليو بعد ما كنت دونسير بميل دوس مع 10 سنين ديجا مبارك ماشي شنو كنت دير بريك دانس ولا سمرف ولا بريك دانس سمرف كابويرا راك فاهم كابويرا حاجات امريكان بو وصلت 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 ما قطعت لياش وما غاديش نقطع لياس وصلت سجلت الالبوم تاعي الاول اللي سجلت في 2005 البوم الزوج في 2008 البوم الثالث في 2010 والبوم الاخراني هذا خرج في 2012 مازال ما خرج ان شاء الله 2012 سي توت اون هيستوار سي توت اون هيستوار با سي لا شانسون تاعكم بور ريفونير اون ديسيون امين سي توت اون هيستوار شكون على الاغنيه غادي نسمعوها دروك با خليك انت تحكي خير شكرا بارك الله فيك ليستوار غنيا حنا قصدنا بها انسان يكون عايش انسان ولا انسان يكونوا عايشين حكي اي انسان عايش حياه نورمال وفي دقيقات نجم حياته تنقلب نجم تصرى له مصيبه تصرى له اي حاجه نجم تبدل لها يكون عايش نورمال بالك موت بالك اي حاجه مش مليحه في الدنيا تنجم تصرى له وكاين الناس نجم تقاوم هاد المصايب وكاين الناس ما تنجمش ما عندهاش ديك القوه ما عندهاش الايمان ما عندهاش الصبر هاد الاغنيه تحكي على انسان كان عايش نورمال ولا انسان كانت عايشه نورمال في حياتها في دقيقه حياتها تبدلت ومن بعد لا فان راهي عندكم لا فان راهي عندكم ما بين تكتب لي سيناريو ايه تكتب لي سيناريو معليش نضيف هذه باسكو ليستوار هذه سي اون شانسون دامور شانسون دامور مي حنايا هي من كلمه امين قناوي اللي راه معنا البارول تاعها شوف سبحان الله لا دوزيام فوا راهي تيليباتي لا دينير فوا كنا كنت نقول لكم نسيما مع الفيلم ما حبيتش هي باسكو هي للان ما على بالهاش باللي لي بارول تاعها باسكو هي على بالها بلي عندنا دي بارول مي معليش انا كل واحد نعطي حقه مالغري رانا ما على بالهاش حتى الان ايه ما على حتى الان دروك راه على بالها تحيه شكرا لك كانت شانسون كان كاتبها لنا شكرا شانسون دامور درنا ترانسفورماسيون انا ونسيما هي حنا كيما قلت لك نحبوا نحترموا والدينا احترموا درناها شانسون دنيا بدلنا دي قلعنا ديمو ديمو سيتو وقعدنا فيها اناني حنا نغنوها نغنوها اغنيه اجتماعيه 2012 اكتوبر تجلت اكتوبر 2012 عيد ميلاد لهذه الاغنيه اليوم راح تطلع امواج اذاعه باهيه لاول مره امين بيانيست مع نسيما طهراوي ليستوار حد من الله عنده في الدنيا حكايه في دقيقة حياته تدمر وفرحته تضيع Thank you.
صرالي في الدقيقة يتيق بها جرحتي قلبي وبكيتني اللي سواك كنت مليحة وراك جنك كنتي في دقيقة واللي تيق بحا وجرحتي قلبي وبتي جرات لي وش حال بكيت ما عرفت شنك يصرالي تنجم تفكر وجامي زيت وتحسب واحد احكالي محسيت العيب لامقني واللي وعدني ظلمتني واللي قلبي راه معديني لان الدنيا مبقات تفني انا محسيت العيب لامقني واللي وعدني ظلمتني واللي قلبي راه معديني لان الدنيا راه معدبتني الدنيا هذا مكتوبي ظهري وعلى الشاية كت عيني وجرح قلبي غلطة حدا وراني ندمة هذي الدنيا هذي مكتوبي وعيني بكيت وقلبي تجرى وغلط غلطة راني يعني حالي ندمان عاطفية جميلة جدا ليسوار بحكاية حكاية بلا ما نعرفو بالحكاية باسكو سي دي جينيراليتي جينيرال سي دي جينيراليتي اي انسان تنجم تصرى على هاد الدنيا حكاية في دقيقة حياتك ما نعرفوش حتى الأسباب يعني ما قلتوش الأسباب أسباب كل واحد يصرى على السبب يختار هو اللي خلينا لأي انسان ينجم يسمع هاد الأغنية ويحسب اللي هاد الأغنية عليه هو على حسب ليسوار تاعك تعايش مع كاع وتجي جينيريك تاع فيلم هادي نجم تجي جينيريك نجم دير السيناريو عليها ان شاء الله انا ورشه تاع افكار جيل بلادي ورشه تاع افكار تري تري بو فيلم جالي هادي باسكو فيلم يقدر يكون واقعي اجتماعي حاجه تاع حرقه حاجه تاع انسان يكون نورمال بعد يتعاطى المخدرات اي حاجه تنجم يندم على هذيك يندم ينجم يخرج على طريق ربي من بعد يندم
يقول لي صور كانت مليحة أنا على كسرى لي كيمناك صح هذه هي صح. حكاية لا سوبر ان توكا ان تري بو ديو الله يسلمك سي تري جونتي التلحين تاعك ايه التلحين تاعي فوالا حسيت بلي كاين لاتوش هذيك هذه تاع الوران فوالا قادر يديها لكم نصرو ولا كون المرحوم حسين راه عايش قادر يديها افيك بليزير C'est très beau morceau, très sentimental. Allah yislamak, c'est très gentil, tapa. Justement, nous avons eu le tomohat, nous avons eu le tomohat, donc puisque nous avons eu le tomohat, nous avons eu le tomohat, c'est ça, c'est vrai. Petit à peu, petit à peu. Alors, nous avons eu le tomohat, nous avons eu le tomohat. Non, nous avons eu le tomohat, nous avons eu le tomohat. ها طموحات تاعك نسيمه ما عنديش طموح واحد ولا زوج بصراحه عندي طموحات احلام امنيات وازي 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 احكي احكي الحلم الاول تاعي هو في المسرح المسرح قبل الفنون قبل الفنون المسرح المسرح الثوري نبغي الحاجه تكون تحكي على الثوره الجزائريه مع الاب تاعي زعما الله يطول في عمره هو اللي علمني كيفاش نبغي بلادي كيفاش نبغي كيفاش نبغي هادو المجاهدين اللي ضحاو علينا حنا سيرتو جدي الله يرحمه عانى من هاد الثوره بزاف وتعذب وتعذب حتى الاب تاعي معاه كل مره يحكي لي نكتب الحكايه اللي يحكيها لي نرجعها سيناريو مسرحيه حتى غنيه الحلم تاعي هو ندير مسرحيه تشرف في بلادي نكون ممثله نشرف في بلادي فريمون نشرف في بلادي ماشي نقلع هذا الحجاب اللي راني دايرته ونخرج ندير حاجه ما ترضيش والديا وما ترضيش ديني وما ترضيش بلادي وما تشرفهاش انا الامنيه تاعي هي نشرف في بلادي لا بغى بفن لا بغى كيما قلت لك مسرح بغينا بكتابه بعلم اي حاجه تشرف في بلادي انا راني واقفه معاه روعه طموحات جميله وجميله جدا امين انا طموحات تاعي هي انا قلت لك حاجه الاولى تقرب حكا فينا المتقرب ايه نقرب بيان سي جات وليسي ولا وليسي انا وليسي. في الليسي الباكر ان شاء الله بالتوفيق طموح تاعي الاول هو نكون الاب تاعي يكون فخور بيا 100% هي لحد الان راه فخور بيا يفرضني في بعض الحالات يفرضني يقول لهم ولدي مي حاجه الاولى هي ايه طموح الاول يحاول نكون بويا فخور بيا 100% طموح الثاني نحاول نكونوا متعاونين نكونوا كاع خاوه كيما هالحصه تاع اليوم نكونوا ان شاء الله تكون حاجه اخرى كاين منها كيما كيفها نكونوا كاع متعاونين مكاش غيره مكاش حزد مكاش نكونوا يد واحده سي صا هذا هو الطموح تاعي روعه بمناسبه 50 سنه استقلال الجزائر الله يرحم الشهداء والله يرحم الشهداء والشباب الجزائري امين كاتالبوم نعم وينك باغي تزيد وين وي ان شاء الله بربي ان شاء الله نوصل لمستوى مستوى يفوق نختار حاجه كيما البوم جاي خاطر قناوي هاوس وان شاء الله تكون حاجه تعجب كاع الجزائريين لو جوستومون في الالبوم تاعك كاين ريغي قناوي نلقاو دائما قناوي عاود يجي ايه ريغي قناوي بوب قناوي ار ام بي جوستومون ار ام بي قناوي هاوس قناوي ميم كابيل قناوي كابيل قناوي حاجه توشي التراث الجزائري ايوا ونشكر اي واحد يسمع هذا الالبوم ان شاء الله ونشكر الاب تاعي ما كان ما دعمنيش بصح ونقول الصح للهوا ولا ليش راه يسمع الاب معليش انا قلت له اسمع قلت له اسمع قلت له اسمع واه اسمو ابو كريم محمودي مبارك محمودي مبارك لا ليش ما دعمنيش نعم ما نكذبش عليك بصح كيف ما دعمكش ولكن ثاني ما قالكش حبس الغنى لا ما قاليش حبس الغنى هذا ثاني دائما ما قاليش حبس الغنى ما قاليش بلي جبت على هذاك التريك بو كان حابني نغني كان حابني ندير لادونس بو ما حبليش نغني خاطر راح حاسبني بلي انا اللي دايرها بلي مستقبل تاعي بو انا درتها غير موهبه باش نوصل بها المشاعر تاعي المشاعر تاعي ونخرج مشاعر العاطفه تاعي بو ما فهمهاش ان شاء الله يفهمها لا يفهمها ولا راه في الاستماع لا خاطر عجبها الالبوم قال لي الله درت حاجه شاب بو ان شاء الله يفتخر بيا في المستقبل ان شاء الله هذا هو الاجمل شيء اللي يتمناه الولد بالنسبه للاب وكذلك العكس الاب دائما لازم يكون فخور بالاطفال تاعه يكون قدوه الاب تاعه ويكون قدوه اكزاكتومون دونك شجعك انا بالنسبه لي راه مشجعك حتى الاب شكرا الله يحفظك صحيح الخير ان شاء الله ان شاء الله بالخير ديجا في الدين تاعنا الحنيف دين الكرامه ودين الجود ودين التسامح ودين التضامن ودين المناسبات والسلام
السلام. السلام اللي جاب به هذا الدين من خلال الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. السلام على بها نسيمة. زاد عليا وحش الرسول. فوالا أغنية جميلة. هذه أغنية مديح كانت للأستاذة تاعنا نحيوها. أستاذة عائشة. أستاذة عائشة. إن شاء الله تكون في الاستماع لا ماشي في الثانوية في دار الشباب. دار الشباب. أنا الثانوية ما عطاتنا والو أفرق. كانت في دار الشباب هي اللي كانت تدعمنا زعما إنسان الله يبارك شجعنا نغنوا غير أناشيد الدينية. أناشيد الدينية وتعطينا الكلمات وكانت كل مرة تحكي لنا على تكون ما تغنوش الغناء اللي يخرج بكم للهاوية غنوا الغناء اللي غادي يخدم ديننا اللي غادي زعما يلمنا اللي يدير صوالح اللي ما دارش العلم اللي ما دارش بزاف صوالح ينجم الفن يديره باسكو الفن بحد ذاته رسالة سامية راقية لكل البشر كل إنسان عنده إحساس والفنان ولا أي فنان ولا موسيقي ولا شاعر ولا ينجم يوصل لهذا الإنسان هذو الكلمات ولهذو الأعمال الفنية وكانت أغنية زاد عليا وحش الرسول بمثابة مديح للنبي العظيم عليه الصلاة والسلام كي كتبت الكلمات لا مشي أنا كتبتهم عطتهم من الأستاذة نتاعنا التراث الجزائري كنت كل مرة نغنيهم وساعدني أمين والأب تاعه في البيت عطانا نقاط وقلنا غنوا هذه الأغنية وغنيناها بقى نسمعوا لها بدون طلاء نسمة طهراوي وأغنية جميلة جدا من تراث الجزائري والإسلامي بصفة عامة زاد عليا وحش الرسول صلاة وسلام
رسول الله وصلى وسلم عليك يا رسول الله وصلى وسلم طه يا رسول الله وصلى وسلم عليك يا رسول الله وصلى وسلم طه يا رسول الله وصلى وسلم عليك يا رسول الله وصلى وسلم طه يا رسول الله وصلى وسلم عليك المتميزة 98.7 FM إشهار. أنتم أصحاب المهن الحرة والحرفيون، لأن مهنكم قيمة، لأن كل واحد منكم يحتاج إلى الأداة المناسبة ليتقن عمله. موبيليس فكرت فيكم وخصصت لكم هني، العرض المناسب لاحتياجاتكم. اشتراكين ابتداء من 800 أو 1200 دينار، مكالمات مجانية نحو أرقام مفضلة من اختياركم من 8 صباحا إلى 6 مساء، 60 دقيقة مهداة عند تعبئة العرض، و 250 سماس مهدة عند تشغيل. مع موبيليس للمؤسسات كل واحد فيكم يكون مهني. مهني عرض المحترفين. موبيليس أينما كنتم. هبة انتخابية ونهضة وطنية، عبر بكل حرية عن طموحاتك، والموعد يوم 29 نوفمبر. السلام عليكم يا أهل النغمة. جيل بلادي. جيل بلادي، إبداعات فنية وثقافية، اكتشافات علمية وابتكارات شبانية. جيل بلادي كل اثنين من 6 إلى 7 مساء مع عمر زكري. جيل بلادي لميسيون دي جون. راديو 92.7 FM. مرحبا بكم من جديد بالمديحة الدينية الجميل جدا زاد عليا وحش الرسول للصوت الدافئ والواعد لنسيمة دهراوي. نعود ونرحب بكم فيما تبقى من عمر هذا العدد الجديد من حصة جيل بلادي، تقريبا نصف ساعة ولا ممبا. دونك رايحين نزيدو نكشفو فيها زوج تاع الأغاني، ثلاثة باقي لنا ثلاثة الله يبارك، زوج تاع أمين قناوي
وحتى لو ديو دونك امين بيانيست ولا ماشي موحدها بلوتو باسكو نكملوا بلا فيرتي نقعدوا دائما فخورين ديجا انا شخصيا باسم كاع طاقم عمال اذاعه وهران ولا فرقه حصه جيل البلاد نشكركم بزاف بزاف على الطاقه اللي عندكم وعلى كاع لي بوتونسياليتي اللي راكم تجتهدوا فيهم وتبينوهم وما يكون غير الخير ان شاء الله سي غراس ا نو بارون ابا بيان سور بصح ثاني يقول لك لا تقول من هو ابي بل قول من ها انا دا لو بيردير توجور اللي يكون عندك منبع اللي تكون ديت منه بيان سور هذيك لاسوسيتي ولا بوك منها وحنا التاريخ تاعنا ديجا الدين تاعنا الاولى الحنيف هو المنبع الاول حقتنا كاع كمسلمين نكونوا يعني في كالك سواسيه كاسنا وديجا كما قلت انت ثاني التاريخ تاعنا عظيم وعظيم جدا مليء بالبطولات والابطال دونك ثاني هذه قدوه لينا مليحه وكذلك التربيه تاع الوالدين تكون طاعه الوالدين فوالا والخليه الاسره خليه الاسره يعني باش يكون مجتمع صالح ان شاء الله بفضلكم وفضل نتاعكم ان شاء الله مشوار جميل هذه راني معني على امين قناوي لا امين اللي قال لك بويا ما عاونيش معليش هو عاوني ضاف شي بزاف صايره بغيبه بدلت رايك justement Amine bon نحكي باش نديرو لا ترانزيسيون ونوصلوا للغنيه نتاعك باش كنا نهضروا على بدينا بلي بارون تاع لو ديو نسيمة وامين بلوتو ال اف باردون ونسيمة فوالا وانت ثاني درت يعني اغنيه جميله جدا عجبتني على الام دونك لا تبكيش هذه زعما لا تبكي يا امي ما خليني نروح هي لي صور تاع واحد تلقيته في لقيتها في البحر في لاكورنيش غلطة كان مريح مهموم قبل البحر بون كان يشرب كيما نقول هنايا بون قلت له واش بيك نورمال حكيت معاه كيما هاك قال لي بلي اللي فيه يكفيني اللي فرغ اللي في قلبك نورمال عرفت كاين الدخلة بون قال لي لي صور تاعي انا كان خدام في شركة هو طردوه من الخدمة قال لامه قال لي ديجا غادي نحرق وسمعي لي امه لا تبكي راك فاهم لي الصوت قلت سمعها في الاغنيه ديجا حرق من الاولى وما استقتلاش حب يحرق خاطر الزوجه وقالت له الام روح تعود الخير علي على بالي بلي تولي لي تولي الصور راهي عليكم دوك وراح ولا راح بون البوطي كينقلب بهم كاع بقى غير هو عايف وحده تشوف ديك القدره كي دايره ايه معجزه الهيه راك فاهم بو بالحنانه الام تاعه والحفظ اللي حفظها ربي وتسمعوا الاغنيه ان شاء الله وتفهموا كل شيء ابا نسمعوا لها نسمعوا قصه جميله جدا كاع هاد الاغاني اللي راهم هنايا تقريبا دي سيناريو دو فيلم سانسيرمون با لا تبكي لامي ما خليني نروح امين قناوية لا تبكي لامي ما خليني نروح لا تبكي يا لامي ما بقلبي راه مجروح ولا تبكي يا لامي ما خليني الروح 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 ولا تبكي يا لامي ما قلبي راه مجروح خليني الروح قلبي راه مجروح يا لامي ما راني ما قديت فرنسا غواتني والأورونا يبغيت خصني الماني ماني باش انا نعيش مليح كرات هذه العيشة كل يوم فقير قبيح سمحي لي يا لامي وعميل نولي ليك مكتوب الثاني والله لا نبغيك ودي لي يا لامي ما غض وحرقة في البابور يا لامي ما هو حرقة في البابور ولا تبكي يا لامي ما بقلبي راه مجروح ولا تبكي يا لامي ما خليني الروح 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 ولا تبكي يا لامي ما قلبي راه مجروح صباح انا خارج لامي ما تبكي عليا خليني الروح نفوق سامحي لي حاكي هاد الامانة وتخلي في خوتي تبقي الاخير معي لامي ما عميل ونولي لي عميل ونولي لي ما تديري يدك في خدي تبقي الاخير يا لامي ما يا لامي ما ماشي يا لامي ما وراني ماشي وراني ماشي يا لامي ما وراني ماشي وماشي في طريقي ولقيت وكاع صحابي وقالوا لي الله يهديك قلت لهم معليش اتهلوا في الوالدين
ولا قلب وهذا مكتوب وما عندي ما ندير الله يعاونكم وصلت لديك البلاصة وقعت فيها نفرح وجامو الشي قال لينا يالله لينا طلعنا في البابور وقريت صورة الناس اللي سحب قاطو تحيا الحرقة في البطور قاعدين القارئ وفات السهر وضربت الموجة وقلبت البابور وما توقع صحابي وبقيت انا يا وحدي نسقي ويلي 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 يا لامي ما تحيا بلادي حروق عظامي ولا خرج اوطاني سلكوني الحراسة والله يرحم اصحابي مشيت لامي ما مشيت لامي ما مشيت لامي ما وقلت لها سمحي لي قالت لي الله يهديك على بالي تولي لي سمحي لي يا لامي ما خليني نروح سمحي لي يا لامي ما قلبي راه مجروح سمحي لي يا لامي ما خليني هلا المهم خليني نروح أمين قناوي للتذكير قصة واقعية صارت لا راه سمع فينا هذا الشاب الجزائري اللي سلك كما تقول الأغنية وحكاها لنا أمين قناوي وحده ألوغ كاع صحابه اللي كانوا غاديين يروحوا في البوطي يحرقوا دونك عفوا دونك ماتوا هو راهو هنايا هذا غير يعني علامة ربانية باش إنسان يتكاكا ويقول كاع الشبان اللي راهم يسمعوا فينا كاع المستمعين سيرتو الشباب اللي فيهم هذيك الفكرة تاع الحرقة فكرة تاع الحرقة ما عجبتنيش بلادي وراك فاهم هي غير بشوية بشوية وربي واحد يعطيه الأمل ليستوار مازال كاينة مي بيان سور حاسبين لها غادي زعما للدورادو يلقاو كلشي جدة زعما هكا كاين اللي يقول لك نروح لهيه وما عندهاش حاجة في يديه راك فاهم وما يروح بموهبة يروح بحاجة يدير بها لهيه ماشي ما يشرف الوطن تاعه يروح يحرق هيك من هكا ما جاياش لا سورتو الخطر يعني يتعرض نفسه للخطر نعم ما يروح بباجاج ولا سون باجاج اللي هي قادر يخدم نيمبورت كوا ولا نعم. معليش ارض الله واسعه كما يقولوا نعم رجل الرسول عليه الصلاه والسلام وهجر ماشي مشكل نعم وهجر ولكن يعني تشرف اهل المدينه راه راه بحاجه في يد بيده اعظم دين في العالم راه بحاجه بيده ما راحش كيما هكا اللي صلى الله عليه وسلم وما كي تروح لديك البلاصه وما تروح بموهبه مش فاهم تشرف العائله تاعك ولا تشرف على الوطن هذه هي العقليه هذه هي هذه نعم. ان شاء الله يتكاكاو ان شاء الله تكوبي بها ان شاء الله ان شاء الله غنيه هذه لصالح العام كما يقولوا واش تخموا في هذه القضيه نسيم امين تفضلي الوطن ما كانش حاجه غاليه على الانسان كيما الوطن تاعه هو الام الزوجه تاعها في هذه الدنيا حنا نتمنى نكون نديروا قايد في اليد ندوا بلادنا البعيد جو بلادنا عانت بزاف مع الايام مع السنين عانت بزاف ثوره كي داير اعظم ثوره في العالم ثوره جزائريه مليون ونص مليون شهيد والجزائر في الستينات سمعت لها مكه الثوار زائد العشريه السوداء روح على الجزائر بلاد الشهداء بلاد الفنانين بلاد الثقافه بلاد كل شيء فيها مليح على نهجروها على نبعدوا عليها سيفري كل واحد منا عنده فيها حكايه كل واحد عنده صوالح دارينا نكون نديروا يدنا في اليد وندوا بلادنا لبعيد ما نهجروهاش لا هي راهي ديجا هي محتاجتنا هذه البلاد كون تعاونوا كاع ندوا بلادنا للطريق مليحه على نهجروها اجا الناس مين ضحاوا عليها قالوا يا صوره ياتيك يوما تزدهي فيه الحياه وي كي نشوفوا كيما الشهداء باغ اكزومبل كما كنت تحكي وانت يا امين وامين قناوي كذلك يعني كانوا يقسموا التمره بينهم
بيناتهم مساكنين ما الله يرحم الشهداء الله يرحمهم ويسع عليهم. والشاب ثاني عانى عانى بزاف. كاين اغنيه ثانيك على هذه انا جزائري تمنيت بلادي الخير بغيت الحقيقه بغيت التغيير في الالبوم هذا لا الالبوم لا بنشوا ما تعاود تجيبها لنا هذه امين ان شاء الله تجيبها لنا ان شاء الله نهار واحد اخر ان شاء الله نكملوا مع امين تخدم كيما قالت نسيمه احنا ماذا بينا بلادنا تبدل ماذا بينا بلادنا هي بلادنا مليحه ما احنا بلادنا راهي خير ماشي بلدان راهم عايشين ما احنا ماذا بينا التسيير يتبدل ماذا بينا نكونوا على كلمه واحده مثلا كيما هادو الحكام احنا ما نقولوش شكون نقولوا الحكام ماذا بينا كي يعطوا كلمه الفنان ولا يعطوا كلمه للناس يوفوها باش يقول له هو ابخي يخليه على بها نقعدوا هكا ما نطلعوش احنا ماذا بينا نكونوا عندنا كلمه نكونوا على كلمه واحده عندنا نكونوا يد واحده هاكا نجمو تطلع البلاد ما نخموش في الحرقه باسكو علاه كاع الناس يولي عندها شكن يتمنى مي الا قعدنا تاع ما نوفوش بالكلمه تاعنا ما سي بو سا يخمو في الحرقه يخمم يروح يخمم باسكو علاه يقول لك ما عندي هنا نروح ليه اختار يا الموت يا فوالا سيرتو وهذا نداء يعني هذا نداء نقولوا باسكو رانا في الحمله الانتخابيه نداء للمنتخبين الجدد المنتخبين الجدد ماذا بينا يسمعونا احنا انا البلاد نبغي نكون صريح كيما الاب ديالي تاعي انا الاب تاعي معروف بالصراحه انا ثاني نحب نكون كيفاه انا بغيت نبغي الصراحه هذا سيتو هذا مكان كاش كيما الصراحه مين وهذه حاجه جميله جوستمون وبيسكو نكملوا في الصراحه واحد دقيقتين ولا ثلاثه قبل ما نعاود نسمعوا امين الكناوي في ستيل واحد اخر غادي التراث هاوس الكناوي هاوس الكناوي دونك ماذا بيا كنت طلبت مني افون ليميسيون بلي نحكيو شويه على لي زيديتور فازي فضفض لي زيديتور تخدم دي بروجي ديجا رانا 12 شانسون راهي قاعده الوالد تاعي خدم البوم تاع دين البوم شباب البوم 4 شانسون اللي هما طال الغراب حمد كما امر ذكر سباب كل خير والو هادو سي دي شانسون اسلاميك من التراث مي احنا كيما قلت نوجهوا النداء لي زيديتور هما ثاني احسن نعاونهم بيغاطاج وهاد الصوالح صح مي الفو يكونوا ثاني متعاونين باسكو دروك هما يحوسوا على الكوميرس كما قالت نسيم ثاني هما يحوسوا الحاجه خفيفه حاجه خفيفه ما تدومش حاوسوا حاجه تكون متواضعه حاجه ثقيله اللي تشرف الوالدين تشرف رانا قلناها وعاودناها شحال من خطره ما نحوسوش حنا كوميرس حنا ماناش باغيين نروحوا عند ايديتور نعطيه الالبوم ونقول له اعطيني دراهم انا ما نسحقش دراهم الحمد لله حنا باسكو هذا الفن ديالناه بليزير حنا رانا نقروا رانا مي الفو نكونوا متعاونين نكونوا كي نبارطاجو حاجه دو ستيل حاجه تاع تربيه حاجه ما بارطاجوش غير هذا الشكل اللي راهي باسكو الراي ثاني عنده مواليه قلنا قبيله نحترموا هذا الفنانين تاعو مي مدروك الراي ما راهش يفوت كيما بكري راهي يفوت راي دي بالك راك تسمع دي باغول ماشي هما ما تسمعهمش ما تقدرش تسمعهم انت قابليه تاعك بنفسك ما تقبلهمش هذوك لي باغول الراي الهاوي نعم سي هو صديق كيما رانا نهضروا على الحرقه وعلى هو اللي يدي لي جان باش الناس تحرق بصح كي نكونوا نديروا دي برودوي شابين برودوي بروبر نكونوا كاع في تخمام واحد نكونوا صديق نقولها صراحه وانا قلتها صراحه راه قلتها بصراحه في قبل جيل بلادي كانت خاصه نغمه بلادي وبلال اون بيرسون قلت له بلي الا كان نعطيك مليار هاك مليار وشرط روحك فوالا علاش تدفع الناس تاع 16 دي 15 شرط روحي هذا الصوالح يدمرهم باش يديروا داك الصوالح هو يغني لها اون شونسون هو يدير كيفاه هذاك الصيف كانت لاموند في البحر تروح كانت شرط روحهم باسكو الناس معاك اللي ما عندهاش تخمام باسكو هذا الراي ما يردش عندك تخمام ما يردكش لعقلك بصح كي تكون شونسون بروب تردك لعقلك تنمي لك لا بيرسوناليتي تاعك تردك تعطيك هيئه مليحه علاش عيطوا لها الفن الفن نحيي كاع اللي داروا هذا الفن القادر ماشي كيما ونحييكم انا بدوري الله يسلمك مشوار كبير دونك نروحوا لهاوس كناوي الستيل عيساوي امين كناوي نعم الوغ كيفاه جات هذه الاغنيه هذه ستيل عيساوي كنا في لاسان في كورسافاتوار مع المعلم امين كازا اللي قلت لك اللي خوها من جروب او ام بي لعبنا البرج تاع بوري ماراندا بوجينكير ماما برج لعبنا هذاك بونكي جا في ريتم خفيف طاحت لي ايدي راك فاهم بلي الفن بحر واسع ايوا بون قلت انا ما نديرش هاوس كناوي شو ما ندخلش فيه قمري
نبدل النغمه تاع القمريش ولا ندخل في روح قناويه بون غنيه نشحت وناس بزاف يحبوا يسمعوها قالوا لي دير لها كليب وان شاء الله بربي تكون في الاستماع ان شاء الله بربي تكون في الاستماع راح نسمعوا لها جوستمون توت سويت نوفو ستيل في لو ديرني البوم لو 4ème تاع امين قناوي ستيل عيساوي غير البلاد هذي في خاطر صحراوة من الجنوب للغرب قاع خاوة style house, يقد اي واحد يسمع التراث تاعه يسمع لك فاهم ما قال البوم متمشاش كاع بصح اي واحد يسمع التراث تاعه تجذب الاغنيه للشخص هذاك الو جوستمون دروك بور ديفيزي الاغنيه هادو السوق على بالنا ما كانش لي زيديتور باش ياخذوا هاد الالبوم كما حكينا كاين ناس بزاف اللي يستعملوا يوتيوب بار اكزومبل انت تستعمل هاد الوسيله لا اليوتيوب ما نستعملش فيه ما حبش نروج الموسيقى تاعي ياك فاهم في الانترنت وكاين ناس بيراطاج تدي ستيل تاعك وفاهم جات صرات لي بروبليك هناك لي داو لي بارول وكاع صرات لك وي هنايا في بلعباس ايوا ما في ورن هضره راك بالدور انا ما كنتش فاهم ديك بشويه بشويه ندير حاجه ما شاء الله كاين بالك 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 عندي بالك ان شاء الله مع مع افيام وي ان شاء الله بالك ما عارف عندي رونديفو معاه وقال لي البرودوي ان شاء الله يستقبلني استقبال الله يسمع فيا لا تسمع لهوي تهلا تهلا باسكو فريمون حاجه حاجه مليحه روعه الله يعطيكم الصحه كاع كما راكم كاع الجيل بلادي كاع اللي فاتوا واللي غادي يفوتوا ان شاء الله ان شاء الله ومازال نديروا اون كروند ان كروند غالا ان شاء الله الناس تشوفكم ان شاء الله نسمعكم هكا نشوفكم كذلك افيك ان بليزير سيغ سان الوغ شحال باقي باقيش بزاف بون هنايا كنا على الوضعيه تاع الفن دروك في وهران كيف راكم تشوفوها يعني واش تطلبوا الا كان راه تسمع باغ اكزومبل مدير الثقافه الا كان يسمع المسؤولين واش تطلبوا يعني من هذه الاداره المسائل يعني باش البيبان كاع ينحلوا لكم ان شاء الله معليش نهضر تفضل ما وضعيه تاع الفن نظن انا راهي مهمشه باسكو ما راهمش يوصلوا للاراء تاعنا بالك اليوم توصل لهضرتنا بالك يسمعونا بالك باسكو وضعيه الفن راهي مهمشه بزاف
راه ديجا هضرنا راه يفوت غير الشكيل واش راكم طالبين غير الشكيل حنا رانا طالبين بالتغيير ماشي زعما غير التغيير طالبين يعطونا حاجات يكون فنان يكونوا دي كاستينغ يكونوا بصح يكونوا كيما راهم دايرين دي فويس كيما راس كو تالنت راهم يديروا يديروا بار انسكريبسيون سور انترنيت يديروا حنا الحاوا الشباب يروحوا غير هكا يروحوا غير هكا لا ما فيهاش ضحك رانا نهضروا بالحقيقه نورمال ما نضحكيش والله ماذا بينا يكونوا بالنظام يكون طلبها هذه شحال من خطره انا توجو نهضر بويا اسمح لي نهضر بويا لا وكو لا طلب يكون عن ستاتي الفنان اللي يكون فنان يقيموه كل واحد والنيفو تاعه تكون عندها ان ستاتي تكون عندها ان كارت كارت دارتيس اوفيسيال ماشي كارت دارتيس راهم يشروها وراهم موضوع كبير تاع ستاتي تاع الفنان تكون عندها ان كارت دارتيس اوفيسيال غدوه من داك يروح بها اي بلاصه يكون معروف يكون داك الطابع معروف تاع من تاع الجيري تاع وهران تاع ما يكونش كيما دروك لي كارت يشروها راهم حنا نطالبوا كيما نقولوا وزير الثقافه وحتى نوصلت الرئيس في عز بوتفليقه نقولوا ماذا بكم تعاونونا وتساعدونا باش نقعدوا في الستيل هذا النقي اللي هو اللي يخدم البلاد اللي يخدم الدين اللي يخدم كل شيء ما راناش نحوسوا على هذا الستيل باسكو انا جو سوي كونتر تري بيان صوت الشباب من خلال امين امين بيست امين بخدا بيانيست لو نون دارتيست نتاعك نسيبا انا بكل صراحه نطالبهم بنهضه فنيه جديده كاين مثل يقول كهذا كاتب مشهور كبير زكي محمود يقول لك بلي ثقافه اليوم هي حضاره الغد احنا الثقافه تاعنا والفن تاعنا غادي لما يكونش مليح غادي بطبيعه الحال الغد غادي يكون حضاره مش مليحه ما غاديش ننجموش ما عندناش حضاره تشرفنا قدام الناس وبطبيعه الحال احنا عندنا فن جديد نقي كنا رانا نغنوا على اغاني اجتماعيه دينيه حاجه تشرف حاجه ما غاديش تهود لك راسك وغادي لا ما عطاوناش فرصه في بلادنا وما دعمتناش بلادنا غادي بطبيعه الحال نخمو باش حنا ثاني نهاجروا لبلاد واحده اخرى غادي يدعمنا منطقيا واش طلبك نفس السؤال كما قلتها الامين يعني باش النهضه هذه تكون وسائل يكونوا متوفره نطالب باش يدعموا الشباب يدعموهم يعطوهم فرصه باش يخرجوا هذو المواهب هذو الافكار اللي عندهم باسكو الشباب كان عنده افكار انا اي واحد نحكي معاه يعطيني فكره مليحه ما كانتش عندي كو يدعموهم يعاونوهم يعطوهم فرصه باش يخرجوا اللي عندهم غادي تكون حاجه عظيمه بزاف ثوره فنيه اكزاكتومون امين قنوي انا نعطيكم بيت شعري لهذه اخويا انا نحارب بالستيلو السلاح قوي جدا سموها هذه الغنيه اللي قلت لك عليها انا جزائري تمنيت ان نعيش كلنا في سلام شبيبه خدامه وبلدنا في القدام تمنيت كبار وصغار حتى اي انسان يفهموا ان شاء الله وش يقول القران تمنيت كل شبيبه يفهموا النظام شباب جزائريين اليد اليد للحطام تمنيت الميمه تعيش والدفي بالحنان ودعي الميمه جزائريين كاع اخوان تمنيت مازال قلوبنا فيها الايمان عطاونا الشهداء امانه اللي هي الامام تمنيت نشوف واحد يدعم واحد اخوه جزائريه وقلب متحد تمنيت نكون شهيد ونضحي للبلاد نموت بالرصاص ولا شنقم بالعذاب انا جزائري بغيت البلاد الخير بغيت الحقيقه بغيت التغيير بارك الله فيكم كلمات معبره وبين الصدقه نابعه من القلب كما يقولوا ابا فوالا وصلنا لا ديرنيير شانسون اللي غادي نختموا بها هذا العدد جو سوي فيير ايوا فوالا لا جو سوي فيير احكي لنا جو سوي فيير هي غنيه رايحه للستيل انفون حاجه تحكي على صغار ولا بصا او ميم طون تحكي على الناس انتقدوني بلك مين دايره هذا الحجاب وفرصه جاتني باش نقول هذه الكلمه انا كوني خيروني بين الفن والحجاب تاعي غن ونختار الحجاب تاعي اللي هو الديني باين فهم الناس ثاني حاجه واحده اخرى باللي الحجاب شخصيه دينيه تاعي والصالح الاخرين حاجه تهمني انا موهبه تاعي هوايه تاعي حاجه تخصني انا هذه هي وجو سوي لله لله والانسان الانسان في ربي في قلبي جو سوي فيغ انا فخوره بدات مسلمون مسلمه جزائريه فخوره عندي عائله مليحه عندي ناس يبغوني نبغي ناس بزاف فخوره بلي انا عطاه لي ربي والحمد لله ان شاء الله تفتخري عن قريب بالباك ان شاء الله عليك هذا السنه انسي كا تو لي كانديدا اللي راحين يتقدموا في دوره 2013 لامتحان البكالوريا نسيما يعطيك الصحه بارك الله فيك يسلمك الله يعطيك الله يحفظك ونكتب بكره هذا الحصه امين خدام بيانيست الله يسلمك نشكركم على الاستضافه هذه وصامي فيها ان تري غون بليزير ان شاء الله نشوفكم متالقين ان شاء الله دائما
ان شاء الله ان شاء الله. امين قناوي بارك الله. شكرا على الامسيه عجبتني الله يبارك. جيل بلادي تحيه جيل بلادي تحيه جيل بلادي تحيه الجزائر وتحيه الجزائر خويا بارك الله فيك. كملوا على هذه الطريقه. اون توس فيير بكم انتم ما شاء الله. الجزائر تكون كذلك فيير بكم. شكرا لفريد رضوان وكريم مسعود. تحيات فقط حصه جيل بلادي. خليكم مع نسيمه جو سوي فيير وما تنساوش كارتو توجور نورمال.